وفي تصريحات خاصة لأونلايف أكد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة أن خطة عمل الأمم المتحدة تسير بشكل جيد. فلقد أعلن فخامة الرئيس والأخوة أعضاء مجلس النواب بمدى التقدم القائم في مختلف عناصر خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي في 20 سبتمبر الماضي، وركزت بالذات على موضوع الانتخابات، وأخذت علما بالتوافق الواسع الذي يجمع القادة الليبيين حول ضرورة القيام بانتخابات ذات صدقية ورئاسية وبرلمانية.